حلقتنا اليوم إن شاء الله تتعلق الحوار بين شخصين، هناك إن شاء الله درس إن شاء الله جديد. أحييك على الحوار بمعنى وهذا شيء كيسي. أحييك أستلمك من أين جيت؟ جيتك من المدرسة. هل أنت جاي؟ هل أنت جاي؟ نعم أنا جاي. هل تناولت الفطور هذا الصباح؟ لا ما تناولت الفطور هذا الصباح. وايحي. هل تعشيت البارحة؟ لا ما تعشيت البارحة. انتهى درسنا اليوم إن شاء الله في صباحنا اليوم. أوكي الحوار هو شكيسي حوار بمعنى وضوط ولا هذا اللي بروح نحمره. أستلم أو حييك وأكو سلامي. أحييك وأنكو سلامي. أستلمك وأنكا قدومي. وأنكا قاضي سلامتك. ويا من أين جيت حقيقة؟ من أين حقيبات جيت هذه كتمت؟ من أين جيت حقيبات كتمت؟ from where are you؟ وي المركة جئتك وحن كاغيمت. جئت أني وحن كائمت كأذي وحن كاغيمت. من المدرسة اسكولك. يا كائمت أما دكسي أما ملعامدي بياف صمالي واسكفر بدي. واي هل أنت جاي من الجوع على غكيني مقا جاي سنتر على وشو ما إبربا. هل أنت جاي ما باهنت باية مكويسة أما قاجو هاي نعم ها أنا جاي. أنا جاي أمد جاي سنبانا. واي هل تناولت ما أنتي الفطور سواء قراء؟ هذا الصباح سبحا ساكا. هل تناولت الفطور ما قراءتي هذا الصباح سبحا ساكا؟ هذا الصباح سبحا كان. لا ميا ما تناولت ما تناولت الفطور قراء هذا الصباح سوحا ساكا. وايهي هل تعشيت ما عشيسي افصمالي دي اول عشدي واسك عشو. هل تعشيت ما عشيسي البارحة حالي ما عشيسي. لا ميا ما عشيني تادا دي لقود ما تعشيت لنا ما تعشيت ادانا 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 ما عشيني ما تعشيت ادانا ادانا قبضو ايضا لولا لا بكاس قبضو ما عشيني. واي كسو عمرك هل تناولت واي ما تعشيت معون ما عشينين البارعة تعالي. انتهى ان شاء الله.